بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، عقدت الورشة التشاورية الرابعة لمناقشة أهداف التنمية المستدامة مع القطاع الخاص. هذا وتعتبر مملكة البحرين من الدول السباقة في اعتماد أهداف التنمية المستدامة ضمن خططها التنموية، ووجهت استراتيجياتها وخططها وبرامجها نحو تحقيق الأهداف التي ستحقق المستقبل الأفضل للجميع. تستمر وزارة التنمية المستدامة بعقد الورش التشاورية ضمن خطة إعداد مملكة البحرين لاستعراضها الوطني الطوعي الثاني حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخصصت الورشة الرابعة مع القطاع الخاص. عندنا سلسلة من ورش العمل التشاورية ضمن إعداد مملكة البحرين حق الاستعراض الوطني الطوعي الثاني. هذه ورشة العمل الرابعة واللي تخص ممثلي القطاع الخاص، وهي هاي ورش العمل تعكس نهج مملكة البحرين اللي يعتمد على أن تكون عملية تشاورية واسعة. إذا احنا أنا راح أعكس إنجازات البحرين والتحديات والخطط المستقبلية، وطبعا القطاع الخاص يلعب دور كبير. إذا نتكلم عن النواحي، جميع نواحي التنمية الاقتصادية الاجتماعية البيئية، الغرفة وكقطاع خاص تمثل جميع القطاعات التجارية والصناعية تلعب دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة، حيث هناك 17 هدف ونحن يعني أعمالنا جميعها تصف في هذه الأهداف. فعلى سبيل المثال المحاور اللي انطرحت اليوم من محاور اقتصادية، أكيد القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، وهذه ما نسعى إليه مع بالشراكة مع الحكومة الموقرة التي تضع القوانين واللوائح والتعاون في جميع الأصعدة لزيادة التنمية الاقتصادية. يعكس تنظيم الورش التشاورية لإعداد الاستعراض مبدأ مملكة البحرين الراسخ في إشراك جميع الفئات المجتمعية في دفع عجلة التنمية في شتى نواحيها، وتأتي هذه الورشة تأكيداً على أهمية دور القطاع الخاص بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة. طبعاً الأمم المتحدة تلعب دور كبير جداً في مختلف دول العالم فيما يتعلق بمراقبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام على المستويات الوطنية. هذه الجهود التي نراها اليوم، ورش العمل المختلفة التي قامت بترتيبها وتنظيمها وزارة التنمية المستدامة، هي جزء من الجهود الوطنية التي تصب في صالح أن يكون هناك صوت مسموع إلى كافة القطاعات. الورشة التشاورية راح تركز على ما تم تحقيقه في مملكة البحرين لدعم القطاع الخاص، وكذلك التحديات اللي واجهها القطاع الخاص، والرؤية اللي راح بإذن الله تحققها مملكة البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع القطاع الخاص. وتستمر وزارة التنمية المستدامة في مناقشة خطط التعامل مع مختلف التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وأبرز التطلعات المستهدفة لرفع حصيلة المنجزات في هذا الجانب. يأتي الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين لاستعراض ما حققته المملكة من أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.